السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة فيديو عن نقدر نقول مراجعة لكل وسائل التواصل اللي حضراتكم تقدروا تتواصلوا بيها معايا بخصوص بقى مشاكل واجهتكم عايزين تحلوها. تمام، حاجة في الفيديوهات مش واضحة محتاجين ليها توضيح، مثلا أي حاجة، أي خدمة محتاجينها، يعني مثلا محتاجين خدمة معينة تكون مثلا خدمة مدفوعة أو خدمة مجانية، مفيش أي مشاكل. كل وسائل التواصل الخاصة بيا هتكون مجمعة في الفيديو ده، وهشرح لكم مع بعض إزاي نستخدمها. فأول وسيلة تواصل هي الصفحة الشخصية بتاعتي، أو الصفحة الخاصة بالقناة واللي هي الصفحة الشخصية بتاعتي. الصفحة دي هي عبارة عن صفحة فيسبوك، طبعا هي دلوقتي فيها 14 لايك بس. تمام، تقدر تتواصل بيها معايا عن طريق الرسائل بتاع الصفحة. هتقولي طب ما انا ممكن اتواصل عن طريق التعليقات، مفيش اي مشاكل طبعا، ولكن في اوقات بيبقى في مشاكل ما بنعرفش نحلها عن طريق التعليقات بتاعة الفيسبوك. فبكل بساطة تقدر تخش على الصفحة اللي هي بتاعة فيسبوك سلاش مصطفى سعدي اوفيشال. تمام، دي الصفحة بتاعتي الرسمية الخاصة بالقناة. اي حاجة اللي تتعلق بالقناة وفيديوهات القناة هتلاقيها، حتى بننزل الفيديوهات بتاعتنا هنا بشكل دوري. تمام، فكل اللي انت محتاج تعمله انت تخش تضغط على ارسال رساله وتبعت لي رساله عشان اقدر ارد عليك، لان بيكون الموضوع اسهل شويه، بحيث ان انا اقدر مثلا لو انا حبيت ان انا اسجل لك رساله صوتيه بقدر اسجلها عن طريق رساله الصفحه بتكون افضل. تمام، طيب دي خاصه بالخدمات الخاصه بالفيديوهات بتاعت القناه. طيب انت عايز تتواصل معايا مثلا بخصوص الكورسات المدفوعة أو الكورسات المجانية أو خدمات تقنية، مثلا محتاج تعمل تطبيق أو تطبيق ويب، أو محتاج تعمل تطبيق موبايل، محتاج تعمل أي حاجة ليها علاقة بشغل بروفيشنال أو شغل يعني شغل مدفوع، يعني هتضطر تتواصل معايا عن طريق صفحة سعد سولوشنز اللي هي فيسبوك سلاش سعد سولوشنز. تمام، هتلاقي الصفحة فيها 268، ربنا يزيد ويبارك يعني. تمام، تقدر توصل فيها، هتلاقي فيها رقم التليفون الخاص بيا بتاع الشغل، وهتلاقي برضو الايميل الخاص بالشغل برضو الخاص بالشركة. تمام، هتلاقي برضو عملنا لسه حاجة جديدة، هسيبها لكم كل اللينكات دي هسيبها لكم في الديسكريبشن. عملنا لينك خاص بكل المنتجات اللي احنا بنعملها على الويب، هي مدونة اسمها سعد السوليوشنز دوت بلوج سبوت دوت كوم، دي هسيبها لكم برضو في الكومنتات. دي بقى مترتبة، هتلاقي في حاجة اسمها كورسات مجانية، دي جواها الكورسات المجانية اللي احنا بنقدمها. طبعا انت لو بتستخدم اد بلوك يعني اقفله، عشان الويب سايت يعني ما بيشتغلش وانت بشغل الاد بلوك، حاجة بالاعلانات. تمام، هو ما فيش اعلانات يعني في الموقع، بس احنا ايه عاملين الخاصية دي عشان لو حبينا نضيف اعلانات يعني نكسب منها. هتلاقي بقى مثلا كورس ده وده كورس، ما طبعا احنا لسه ما ضفناش عليها كل حاجه، بس باذن الله يعني الفتره الجايه هنضيف عليها كل حاجه خاصه بالشركه. تمام، كورسات مجانيه بقى، الكورسات المدفوعه اللي احنا بنقدمها، والخدمات التقنيه. مثلا محتاج تعمل، عندنا في خدمه عمل مشاريع التخرج، مساعده الناس في مشاريع التخرج بتاعتهم، برضو تقدر تتواصل معانا بخصوصها. عندنا برضو هنحط فيها التطبيقات بتاعتنا، عندنا اول تطبيق حطيناه اللي هو تطبيق البحث بالصور. تمام، عندنا برضو هنضيف فيها الفيديوهات الخاصه بالقناه. تمام، يعني تقدر تقول ان ده الموقع. تمام، لو انت ما عندكش فيسبوك، او لو عندك فيسبوك برضو تقدر تتابع الموقع عشان بننزل عليه حاجات معينه يعني. وعندك صفحات الفيسبوك، الصفحة دي تتواصل معايا بيها بخصوص الشغل يعني. تمام، دي تتواصل معايا بيها بخصوص الفيديوهات بتاعت القناة أو أي حاجة يعني الحاجات اللي هي المجانية يعني. تمام، طيب الموقع هنا هتلاقي فيه مميزات، هتلاقي فيه ميزة إن هو أساسا بيشتغل على الموبايل عادي جدا من غير أي مشاكل، يعني هو لو إحنا عملنا سويتش وحاولنا نشغله على الموبايل هتلاقي هو بيشتغل معاك على الموبايل. لو مثلا اخترنا بيكسل 2 هتلاقيه شغال معاك عادي جدا من غير أي مشاكل، الموقع يعني ريسبونسيف. تمام، في ميزه كمان، لو انت بتصفح الموقع يعني وعينيك بتوجعك من الابيض، هتقدر تدوس على الايكون دي هيتحول لك الموقع للنايت مود، يعني يبقى الموقع مناسب لعينيك يعني، وكل حاجه هتتغير في الموقع للون دون، تقدر ترجعها تاني من هنا. برضو تقدر تبحث عن اي حاجه انت عايزها من خلال صندوق البحث اللي فوق دون. موقع بسيط جدا يعني ما فيهوش اي مشاكل، بس احنا حاولنا نرتب فيه الدنيا عشان يبقى سهل الوصول ليها فيما بعد. اتمنى ان انتوا يعني تحطوا الموقع عندكم في البوك ماركس او المفضله بتاعت المواقع اللي عندكم، ويا ريت تعملوا لايك للصفحه بتاعتنا اللي هي سعد سوليوشنز، وتعملوا لايك للصفحه الخاصه بالقناه اللي هي صفحه مصطفى سعدي.
تمام. وبإذن الله يعني أي حد محتاج أي حاجة بإذن الله نقدر نساعده. يعني إحنا بالنسبة للخدمات المدفوعة يعني إحنا الموضوع بالنسبة لنا بيبقى تساهل يعني مع الناس، لأن إحنا هدفنا إن إحنا نساعد الناس. كان هدف القناة بداية أول ما أنا فتحتها هو هدف بلا أي نوع من أنواع الربح، ولكن طبعا الحياة بتحتاج إن إحنا يعني إيه نعمل شوية ربح صغيرين عشان نقدر نعيش حياتنا يعني. فأي حد محتاج أي حاجة، لو محتاج كورس مثلا معين وأنت مش قادر تدفع فلوس ممكن تتواصل معايا، مفيش أي مشاكل، بس تكون قادر يعني تكون إن أنت مش قادر تدفع فلوسه بالفعل يعني. وأشوفكم فيديو جديد بإذن الله. مش هقول لكم اعملوا لايك على الفيديو ده ومشترك في القناة والكلام ده كله، بس أنت مش مشترك يا ريت تشترك في القناة. وبإذن الله أشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.